لا تقفل علينا الباب يا ولد. شيك ايش كلها يومين وراد لك ومنافس انت موجود خلاص ان شاء الله. شو ولا تهدي شيك كسبتك اخو شنو بروح اموت انا طالع كذا كم يوم وارجع لحياتي. والله اني مستانس ان عندي اخو في البحرين ومي اخو احمد السعود بس ها ما راح يرضيني ان الا اشوفك الاول واذا خذيت ال 300 دق علي نروح نسافر نستانس شوي بورب. خلاص يا اخوي الله يحفظك. ها ما تدري خيره والله خيره ما تدري لا تضايق. قبل هذا انت تعرف ايش صار هني؟ ادري والله ادري والله ادري والله ادري تدري صار والله ادري لا تحاتي والله ادري انا اخر واحد يشون في النيه. خلاص 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 صفحه جديده خلاص انا طلعت صفحه جديده سالفه صفحه جديده خلاص هدي ماشي. كم يوم مراد لكم؟ لا تحاتي. وين بتروح؟ اقعد. لا لا بسافر والله بروح حق اهلي اليوم بروح شوي اضبط اموري كلها وجه ان شاء الله. ماشي ترى هم الشباب اقعد اقعد والله يوم لا اسمعني اسمعني والله لا تضغط علي والله اني ابي اطلع ترى داخلي في شيء ما اقدر اطلعه يعني خلني اطلع هناك. ماشي اروح معك. شو تروح معي على كيف انت تقعد 3000 خصم وفي شيء الناس ما يدرون عنه؟ انا طالع عشان عمي مسوي قسطره وعمي هو عميد العائله حتى هو تضايق مني قال لي ليش طالع؟ هذا اذا راح ما عندنا كبير بالعائله بس الحمد لله خير ما دام انتم موجودين انا موجود. كمل لا تحاتي. قاعد اضعف والله. ما تضعف ان شاء الله. والله قاعد اضعف. بس خوش ختاميه صاب علي ماي بالله. لا تحاتي خل نروح نقعد يا شباب. شوي بس شوي شوي. مو ما الحين بيجون يطردوني. يبون يطردوني الحين. ماشي قبل لا يبدون بروفايلك خل امشي عشان اخذ اغراضي. يلا امشي. وين رايح اغراضك انت؟ الله يرحمك. قاعد والله ما قاعد للفجر ما نبي. لا لا ولي يرحم والديك قوم تكفى تكفى طلبتك والله بيطلع شوي بس. والله بطلع. وخالد احمد عشان ارجوك والله شفت ايش صار معك. زين ما اقدر اتكلم مع احد والله ادري بس تكفى أرجوك. ترى 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 ارجوك انا اطلبك. زين اقول لك شيء انا في اشياء ما احب ابينها حق الناس فيني ضيقه بيطلع والله تكفى الله يخليك. اطلع معك ساعتين. اطلع معي ساعتين كلم الإدارة تطلع معي ساعتين. استغفر الله. لا الحين هذا ما حد جاب لي جنطة عشان يطردني. تبي شنطتي الفاضية تعال. ها أبو خالد ها أنت بطلع والوناسة والفلة بس ما مطالع. لا والله حرام والله حرام والله حرام تكفى بالله والله العظيم ان لكم معزه وحب مو طبيعي. لا ولي يرحم والديك.